مرحبا ويسعد لي أوقاتكم متابعيني الكرام ويعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم السياخ الدجاج التندوري بطريقة جدا سهلة مع طريقة تحضير الرز التندوري. أكلة كتير طيبة بترضي أذواق العيلة كلها، بتناسب العزائم، أنصحكم تجربوها. تابعوا معي الفيديو للأخير نشوف طريقة التحضير والمراحل سوا. في عندي بالمرحلة الأولى كاسة كبيرة من اللبن. اللبن بيخلي الفروج يستوي من جوا كتير منيح. في عندي عصير ليمونة كاملة. في عندي نصف كاسة من زيت الزيتون. في عندي زنجبيل تازة مبشور تقريبا معلقة صغيرة. في عندي كمان 3-4 سنون من الثوم المهروس. في عندي معلقة كبيرة دبس بندورة أو صلصة بندورة. بالنسبة للبهارات في عندي هون ملح حسب الرغبة، عندي فلفل أسود معلقة صغيرة، عندي كزبرة يابسة معلقة صغيرة، في عندي بابريكا حلوة معلقة صغيرة، في عندي كركم معلقة صغيرة. الكركم بيعطي لون كتير حلو للفروج. عندي بهارات كاري معلقة صغيرة، رح نخلطهم كتير منيح مع بعض. في عندي هون نتفة صغيرة من ملون الطعام الأحمر، الملون فيكن تستغنوا عنه، بيعطي لون حلو للفروج. رح أحاول أدوب ملون الطعام منيح مثل ما واضح عليكم بالفيديو. في عندي تقريبا 800 جرام من صدر فروج مقطع بهذا الشكل. رح أحاول أوزع التتبيلة على كل الأطراف وبعدين أغطيها وأتركها تقريبا 3 ساعات، أو فيكن تجهزوها قبل بيوم بيكون أحسن وبنكون وفرنا على حالنا شغل. هيك شكله بعد ما طلعته من البراد وتركته 3 ساعات. رح أبدأ بتشكيل الأسياخ. طبعا بالنسبة للأسياخ عندي أسياخ خشبية نقعتهم قبل بوقت بنص ساعة مشان ما يحترقوا معي. رح أضمهم بهذا الشكل مثل ما واضح عليكم بالفيديو. طبعا إذا مو متوفرة عندكم الأسياخ فيكن تشوها بالطواية أو بالفرن. رح أكمل تشكيل الأسياخ بهذه الطريقة حتى تخلص معي. بعد ما خلصنا تشكيل الأسياخ رح أبدأ بتجهيز الرز. بالمرحلة الثانية في عندي هون معلقة كبيرة سمنة، رح أضيف شوية زيت نباتي أدوب السمنة.
بعد ما ذابت عندي السمنه راح اضيف بصله كبيره مقطعه مثل مواضح عليكم بالفيديو، اقليها شوي بالزيت لحتى يتغير لونه شوي. رح اضيفه زنجبيل تازة مبشور، وفي عندي سنين ثلاثة من الثوم المهروس، وابدأ احركهم شوي حتى يتغير لونه شوي ويشقر. بعدين في عندي هون فليفلة حمراء، فليفلة خضراء، فليفلة صفراء، طبعا الفليفلة بتكون حلوة، قطعتهم بهذا الشكل. الفليفلة بيعطي كتير لون حلو للرز وبيعطي نكهة طيبة كتير. رح ابدأ احركه واقلبه بهذا الشكل، ما رح اقليها كتير بالزيت حتى احافظ على قوام الفليفلة. هلا بالنسبة للبهارات، نفس البهارات اللي استخدمتها بالفروج رح استخدمها للرز كمان. في عندي هون ملح حسب الرغبة، في عندي فلفل أسود، في عندي كزبرة يابسة، في عندي كوري، عندي كركم، وعندي بابريكا حلوة. رح أخلطهم منيح مع بعض وبعدين أضيف الرز. في عندي هون رز كاستين كبار من الرز البسمتي، غسلتهم منيح ونقعته قبل بنص ساعة. رح احركهم منيح واخلطهم مع بعض واقليهم على الزيت تقريبا 3 دقايق. يا سلام على ريحة البهارات مع الفليفلة والبصل والثوم والزنجبيل، الريحة بتجنن. بنصحكم تجربوها، ما رح تندموا ورح تدعولي إن شاء الله. أنا متأكدة إذا جربتوها ما رح تستغنوا عن طعمتها على قد ما إنها طيبة. آخر شي رح أضيف 4 كاسات من الماء الساخن. طبعا رح اوطي الغاز واغطي الطنجرة واتركها على نار واطية لحتى تنشف ميتها مع المراقبة. طبعا هلا رح ابدأ بشوي الاسياخ. في عندي هون طواية حطيت لها شوية زيت وحميت الطواية، رح ابدأ بشويهم بهذا الشكل مثل مواضح عليكم بالفيديو مع التقليب المستمر. كل دقيقتين رح اقلبهم حتى اتأكد انه استوى من جميع الاطراف. طبعا رح اقلبهم كل دقيقتين حتى يستوي من جميع الأطراف مع المراقبة، حتى فيني أغطي الطواية هيك بساعدني على الشوي بسرعة. هذا هو الشكل النهائي، ضليت أقلبهم حتى حصلت على اللون اللي بدي إياه. عن جد الريحة بتاخد العقل، بستنى تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. وهيك الرز صار عندي جاهز، الريحة والشكل هي اللي بتحكي عن طعمتها ولذتها. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوا طريقة التقديم وحبيتوا الفيديو. اذا حبيتوها لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وطبعا اذا كنتوا اول مرة بتفوتوا على قناتي اشتركوا بقناتي وشاركوا اصدقائكم وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد.
وهيك صار جاهز للتقديم، وإن شاء الله ألف صحة وهنا سلفا. وآخر شي رح أزينه بالبقدونس، طبعا الزينة ذوق شخصي واختياري. انتظروني دائما بوصفات جديدة، وشكرا لحسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.